غريب عشان تموته. دي بالنسبة للخلايا الليمفاوية. هنا رأس عظم فيها البون مارو اللي هو النخاع الأحمر، نخاع العظام أو نخاع العظم الأحمر، ده بيبقى في رأس العظمة، وبيطلع من رأس العظمة بيتكون فيه أولا الخلايا اللي هي الليمفاوية. الخلايا الليمفاوية بتروح طالع جزء منها في الغدة التيموسية بعض الخلايا، وفي منهم جاهز بيروح على طول على العقد الليمفاوية، أول بيروح على الدم وبعدين العقد الليمفاوية. اللي بيروح على الغدد التيموسية بيعمل لنا بعد كده بيروح داخل على وعاء دموي ويعمل لنا التائية. يبقى الغدة التيموسية بتعمل لنا الخلايا التائية. يبقى اللي بيطلع من نخاع العظم إلى الغدة التيموسية بيعمل لنا التائية، اللي بيطلع من نخاع العظم ويروح للدم على طول بيعمل لنا الباقية اللي هي الخلايا الباقية. الخلايا التائية بتروح العقد الليمفاوية في العقد الليمفاوية، والخلايا الباقية برضو بتيجي من الدم تروح برضو العقد الايه بتروح العقد الليمفاوية للعقد الليمفاوية. طبعا الخلية الليمفاوية زي كده شكلها كده. هناخد فرق بينها وبين كرات الدم الأخرى أو الخلايا الأخرى بتاعت الدم البيضة، هنشوف الفرق بتاعها ايه. يبقى عندنا أنواع الخلايا الليمفاوية في الدم، ها عندنا أنواع الخلايا الليمفاوية في الدم، هيكون إيه؟ هيكون التائية والبائية. عندنا الخلايا البائية والخلايا التائية، وفي عندنا الخلايا القاتلة الطبيعية اللي هي الـ NK. في عندنا الخلايا الطبيعية، الخلايا الليمفاوية في الدم هيكون إيه؟ هيكون التائية والبائية. عندنا الخلايا البائية والخلايا التائية، وفي عندنا الخلايا القاتلة الطبيعية اللي هي الـ NK. في عندنا الخلايا الطبيعية القاتلة أو القاتلة الطبيعية اللي هي NK، وطبعا البائية TC والبائية BC. فلما نيجي نعمل مقارنة بينهم بين الخلايا البائية والخلايا التائية والـ NK هنشوف الآتي. أول حاجة الليمفاوية، فهنلاقي العقد الليمفاوية هنا في اللي هي الجيوب الممتلئة بالخلايا الليمفاوية، وفي هنا عندنا شريان ووريد، وبعدين الحاجات اللي طالعة دي يا إما وعاء ليمفاوي صادر يا إما وعاء ليمفاوي وارد. وارد يعني جاي من الدم أو من الخلايا وداخل العقد الليمفاوية، أو جاي من إيه من ال والصادر اللي هو من العقد لإيه للجهاز الدموي أو للأنسجة المختلفة في الجسم. فده اللي هو العقد الليمفاوية. وطبعا العقد الليمفاوية الجدار بتاعها بنسميه المحفظة، بنسميه وظيفة الخلايا الليمفاوية تدور في الدم لتبحث عن أي، يبقى قلنا إيه الوظيفة؟ تدور في الدم لتبحث عن أي ميكروب أو جسم غريب، فتشغل آلياتها اللي هي الخلايا الليمفاوية أو طرق الدفاعية والمناعية المختلفة بها للتخلص من شرور هذه الميكروبات الممرضة التي تحاول غزو الجسم والتكاثر والانتشار فيه. 2 تخريب أنسجته وتعطيل وظائف وطبعا هي عاوزة وظيفة الخلايا الليمفاوية تعطيل وظائف الكائن الغريب بوظائفه الحيوية والفسيولوجية عشان تأثر عليه وتموته.